俺は負けるのは嫌だ。大空翼に負けるのはもうたくさんだ。お前には活躍はさせん。俺のマークからは逃れられないぜ。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة واي ستريم تيم. كيف حالكم أعزائي الكرام؟ إن شاء الله أنكم بأتم الصحة والعافية. اليوم عندنا مهرجان الحلم سودا All Japan's Hot Blooded Defender. هو ياباني أزرق وشباب لا أحد يستهين فيه، لا أحد يستهين في هذا اللاعب يا أعزائي الكرام، فإنه قوي قوي جدا 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 قوي. خلينا نروح معكم حبة حبة في هذه التحليل. زي ما شفنا في طاقته 18-23-20، عنده استمنة عالية 1047. المميز في هذا السوداء مدافع أن طاقته جدا عالية في الدفاعية والهجومية، يعني حتى لو أخذت الكرة منه يقدر يعني يقدر أنه يسوي شغل انه يعني يمرر من خلال المدافعين مهاجمين وحتى بعد الوسط على نفس الشيء. ممكن الناس، في كثير من الناس ما راح يعني يهتمون لهذا دريم فيست لانه ازرق ياباني، بما ان ازرق ياباني يعني ما حد مهتم له حاليا. معنا على فكره شباب، خلوا كلام اللي كله ينقال في ايش اسمه في البثوث، ترى ازرق ياباني ترى لسه قوي، على فكره ترى لسه قوي هجوميا، لسه قوي دفاعيا، ولسه قوي بعد بالحارس، ترى مرة أقوية، بس يبي لك واحد مروق يسوي لك الفريق المناسب والبفات المناسبة ويطلع فريق يجاري كل الأفريق الثانية. الآن خلينا نروح عنده حبة حبة. عنده دربل 6584، مرة عالي ترى على مدافع، ترى مرة عالي على مدافع، والباس 6911، أخيرا مدافع يمديك يعني ما توهق وانت متناول مناولات عادية. تاكل 8468 جدا عالي، بلوك 7027 يعتبر عالي، وانت ست بعد عالي 7738. السرعة يا عمي مركب ما طرفة فراري يا رجل 8810 مرة سريع، وعندك الباور 5296 والتكنيك 6521. بالنسبة لكسر الحدود لسودا، دائما هو ما نحط إلا فقط على الجوانب، على فكرة هو ما نحط في النص الدفاع، دائما على الجوانب. فإذا ينكسر تاكل انتسبت سبيد تكنيك، ممكن إذا ودك يعني تزود أو تقوي مثلا الباس والدبل الأشياء هذه، ممكن تكون مثلا 25 تاكل سبيد 21 باس و4 تكنيك. هذا في حال انك تبيه يعني يكون عنده باس عالي ما تتمر المره للانترسبت، او حتى ممكن بعد 25 25 بعدين توزع بين الباس والانترسبت والتكنيك، ممكن تسوي كذا. بس طبعا هذا يعتمد على انت وش الحركات اللي تبيها. انا نفسي يعني ابي صراحه يكون قوي في التاكل والانترسبت، ما ودي احد يعني يمر من عنده مهما كان، معناه ترى ممكن ترى التاكل تكفيك او تغيرك عن انترسبت، يعني تاكل حقته ترى من قوتها في يعني مع الباسيف ممكن تشيل شوتات، فاكيد انها متيها تشيل انت 1 2 بعد بالراحه او حتى باسات. بالنسبه للتيمسك حقته عند 15% للعيبه اليابان، فالحين تقدر انك تسوي فريق 45% لليابان كامل وبيكون يعني فريق فريق جبار برا. عنده سايد ماستر 12% اذا كان في زوايا حقت الملعب، 12% راح تتفعل، يعني تخيل زيادة على طاقات هذه كلها 12% تزيد زيادة. عندها الأول سكيل حقتها اللي هي التاكل 455، نعم مومنتم حقها ضعيف، ولكن الطاقات اللي هنا تغني عن ضعف المومنتم، تغني بكثير يعني، وبعلمكم ليش بعد شوي. عندها انترسبت 415 يعتبر معقولة، ضعيفة شوي بس انها معقولة، وعندها ليزر باس 300A. طيب بالنسبه للحركات اللي تعطيها اياها، ممكن تعطيها ليزر باس اس اذا عندك، تعطي تدخل A، وتعطي بعد دربل اس او دربل A اذا عندك. طيب خلينا نشوف الحين سودا الله يسلمكم. انا قارنت قوته مع قوه اللاعبين اللي هم يعتبرون يعني اقوى بالتاكل. اول واحد اللي هو ماتسياما كولكشن، معروف انه يعني شيء مو طبيعي بالتاكل. بدون الباسيفات سودا اقوى من ماتسياما.
مع الباسف حق سودا او الباسف حق الباسف حق مسياما، فالفرق بينهم تقريبا من 400 الى 500 نقطه اللي هي ولا شيء، يعني نفس قوه مسياما. والزيادة عليها طبعا مسياما ما يقدر يسوي باسات قوي كويسه ولا دربل كويس عنده، فهذا سودا يغنيك عن هذا الاشياء، عند الدربل ممتاز، عند الباس ممتاز، عند انترسبت مره ممتاز، وطياره 8100 يا شباب. مسياما عنده تقريبا 6000 شوي بس السبيد، فسود اقوى، انا اشوف سود اقوى منه بكثير يعني. يعني خذ بالك ان هذا مسياما احمر مطور، مسياما كولكشن مطور للازرق، شيء مو طبيعي يا شباب. عندك بعد اللي هو الاخير نزل اللي هو شو اسمه ميساكي اللي يعني عم اعطينا تاكل 9700 وشوي وسبيد شوي مقللينها، بعد اقوى من ميساكي بعد في التاكل. واذا ما بغلطان بعد يمكن نفس قوه او اقوى بعد من البرتو اللي توه نازل. ممكن اول تاكل البرتو اقوى بس ثاني تاكل هذا اقوى، ممكن هذا اتوقع من مسألة تحليلي بس هذا اللي اتوقع يعني. ممكن اشوفها على السريع وانا اسولف وياكم. فترى لعب جبار يعني، لا حد يستهين فيه. عارف انه عارف انه عشان بس ازرق ياباني ما حد يبيه، فما يصير كذا شباب، ترى لعب قوي. الحين بالنسبه لي السودا بالفعل بدون شو اسمه بدون ال ايش اسمها بدون الفول بودي ستاند حقت البرتو برضه يظل سودا اقوى. يعني شباب لحد يستهين فيه. ازرق اليابان ما ذكر عندهم تاكلرز كويسين، اغلب المدافعين حقينهم بلوكات، فهذا التاكلر بيكون يعني مناسب 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 جدا، وراح يعني راح يسوي فرق، راح يسوي فرق. ونصيحه لحد يقابله، لحد يقابله ابدا. هذا بالنسبه لسودا يعني، ما في يعني كلام كثير مره اني اقوله، انها طبعا لعب واحد وبس، تلعب اللعب فذ قوي، ما نزل فست عبث ابدا ابدا، ما نزل فست عبث. فهذا شباب هو الفيديو حقنا لهذا اليوم في التحليل، ان شاء الله نعجبكم. ويعني نعم ينفع سودا طبعا بفرقة يابانية ثانية اذا عندك له مكان. فارتكم معي يا شباب، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي صح، نسيت اقول لكم مجمل طاقات سودا اقوى طاقات في اللعبه حاليا. هي نعم اقوى من سباس سوبر دريم فيست، اقوى من بيير دريم فيست، اقوى من هيوغا سوبر دريم فيست، يس اقوى منهم كلهم، كان مجمل طاقات كامله. يا سلام، يلا مع السلامه شباب.